السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو تاع اليوم غادي نحضروا ان غاتو وفروي يجي بنين بزاف، الشكل تاعو يجي يشهي. غادي نديروا اون جينواز تجي خفيفه بزاف، اون كريم اللي غادي نغطوا بها ونعمروا بها الغاتو. نخليكم تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للجينواز نسحقوا 8 حبات بيض، نفصلوا الصفار على البياض، ونسحقوا 240 غرام تاع سكر، 240 غرام تاع فارينة، ومغرف صغيرة تاع لافاني. البيض لازم يكون بدرجات حرارة المطبخ، تكونوا خرجتوه الصباح ولا ليلة من قبل من الثلاجة، ما يكونش بارد باش تنجح لكم لا جينواز. نستعمل الباتر وندرب البياض تاع البيض حتى نتحصلوا على رغوة، حتى يبدا يبيض ويبدا يشكل لي رغوة. في هذه المرحلة نزيد عليه السكر، السكر كي نزيده نزيده غير بشويه ونكمل نطلع حتى نتحصلوا على اون مورينغ. الخليط غادي تشوفوه يزيد يبيض بزاف والقوام تاعو يجي متماسك، هذا هو الشكل تاعو كيما تكونوا تصنعوا في اون مورينغ نفس الطريقه. من بعد نزيد الصفار تاع البيض، نزيده ثاني غير الحبه غير بشويه ونكمل ندرب. هاد الخطوات مهمة لازم تتبعوهم باش تنجح معكم لا جينواز. لا فيديو تاع اليوم شوية طويلة باسكو فيها بزاف لي زيتاب، فيها بزاف وصفات، ان شاء الله تفرجوا منها على الاقل 3 دقائق. كي نكمل نزيد المغرف تاع لافاني ونزيد لافارين. لافارين كيما راكم تشوفوا راني نزيد فيها غير بشوية على دفعات، ما نديرهاش ضربة واحدة، ونستعمل الفوي غير باليد ونبدا نزيد في الفارينه غير بشويه ونخلط مليح من التحت للفوق. انا راني نخلط غير بشويه برك في لا فيديو خففتها باش ما تجيناش طويله بزاف. عندي المول اللي غادي نطيب فيه لا جينواز، كنت دهنته بالدهان وزدت غلفته بالبابي كويسون. من الاحسن تستعملوا القوالب الخاصه بالجينواز، انا ما عنديش، استعملت فقط هذا. نفرغ لا جينواز تاعي في المول بهذا الشكل ونوزعها مليح باش يجي عندها نفس الارتفاع. كيما راكم تشوفوا غادي نديروا تجربه، حطوا كوردون ونحطوه من الفوق، كيما شفتوا يقعد من الفوق ما يهوتش هكاك باش تعرفوا بلي لا جينواز تاعكم راهي ناجحه. ندخل لا جينواز طيب في فوغ اللي كنت حميته على 180 درجه، ما نحلوش الفوغ قبل، خلوها حتى تطلع مليح ونشوفوها تحمرت عاد نجبدوها. كي طيب نخليها تتفى شويه تبرد عاد نقلع لها البابي كويسون هكاك باش الشكل تاعها يبقى شباب. باش نعرفوا بلي لا جينواز طابت مليح من الداخل ندخلوا خدمي ولا ان كوردون ونشوفوه، اذا خرج ناشف صافي دير راهي طابت مليح. هنايا مور ما بردت لي غادي نغطيها بالبابي كويسون، نغطيها مليح باش ما يدخلهاش الهواء، ونخليها من الاحسن تريح ربع ساعات ولا ليله كامله باش كي نجو نقطعوها تجينا سهله وما تفتتش. غادي نديرو ان كولي دو مونك، كان عندي كميه من لا مونك في الكونجيلاتور دخليتها دي كونجلات، قطعتها قطع صغيره وغادي نديرها في لو بول. نزيد عليها مغرف كبيره تاع السكر، المغرف على حساب الذوق تاعكم على حساب الكميه تاع لا مونك. زدت عليها مغرف صغيره تاع مايزينا وزدت عليها شويه تاع عصير ليمون، وغادي نطحنها بالميكسور. هنايا راهي ثقيله شويه، زدت لها شويه ماء تقريبا ربع كاس تاع الماء، ونكمل نطحنها مليح حتى نتحصلوا على اون بيوري. هذيك المغرف تاع لا مايزينا اللي زدتها باش القوام تاعها يجيني حاكم روحو كي نديرها الداخل في الكاطو. غادي ندير نفرغ لا بيوري تاعي في الكاسرونه ونديرها على النار ونقعد نحرك فيها حتى نشوفها تقالت. كيما تكونوا تحضروا في لا كريم باتيسيير نفس العمليه. وهنايا مور ما طابت لي مليح درتها في ان بول وغطيتها وخليتها في الثلاجه تبرد مليح مليح. غادي نحضروا ان سيرو اللي غادي نشربوا به لا جينواز. نسحقوا قد كاس تاع لاتاي تاع ماء مع نص كاس تاع لاتاي تاع سكر، زدت معاهم قطعه تاع السيترون باش السيرو تاعي يجيني فيه الذوق تاع السيترون. نحطه فوق النار ونخليه يغلي مده 10 دقائق ونطفي عليه. كي يغلي مليح نطفي ونديره في ان فير ولا ونغطيه ونديره في الثلاجه ونخليه يبرد مليح مليح. نروحو نحضروا لا كريم اللي غادي نعمروا بها الكاطو ونغطوا بها. نسحقوا كاس ونص تاع بودره الشونتيي، الكاس هذا يرفد 200 مليلتر.
وزدت عليهم كاس معمر تاع حليب بارد، يكون بارد مليح مليح، وتخلي تاه قعد 10 دقائق في الكونجيلاتور. نستعمل الباتور وندرب مليح حتى نتحصلوا على اون كريم شونتيي تكون حاكمه روحها، تكون متماسكه بهذا الشكل. غادي نزيد عليهم علبه تاع ماسكاربون توزن 250 غرام. هذه العلبه تاع الماسكاربون غادي تخلي لا كريم تاعنا تجينا حاكمه روحها وما تجيش حلوه بزاف، بيسك شفتوا استعملت كاس ونص تاع شونتيي مع كاس حليب. نعاود ندرب من جديد حتى تخلط لي مليح الماسكاربون مع لا كريم شونتيي. وهذه هي لا كريم، راهي واجده، غادي نديرها في دي بوش ونخليها في الثلاجه تبرد حتى اللي نجي نستعملها. عندي المول اللي طيبت فيه لا جينواز كما راكم تشوفوا، غطيته بالبابي فيل وغادي قطعت لا جينواز تاعي على 3. ننصحكم تقطعوا لا جينواز هذه على 4 ولا على 5، انا لي كوش تاعي جاوني خشان شويه. نحط الطبقه الاولى تاع الجينواز اللي غادي نديرها من الفوق، هي اللي نديرها الاولى من تحت، نشمخها مليح بالسيرو وندير كميه من لا كريم تاع الشونتيي نديرها في لو تور كاع تاع لا جينواز. نزيد نحط كميه من الكولي تاع لا مونك بهذا الشكل. وكان عندي كيوي قطعته قطع صغيره درته في الوسط. استعملوا اي نوع تاع فاكهه عندكم، ليسونسييل ما تكونش كونجولي باش ما تطلعلكمش الماء الداخل. نزيد نغطيها بطبقه من لا كريم شونتيي بهذا الشكل، وندير الطبقه الزوجه تاع الجينواز بنفس الشكل. غادي ندير الاولى السيرو، نشمخها مليح بالسيرو، نشمخها في لي دو كوتي كيما راكم تشوفوا باش الكاطو تاعكم يجيكم مشمخ مليح وما يجيش ناشف. نزيد نشمخها في الكوتي الزاوج، ندير كميه من لا كريم شونتيي ونزيد الكولي تاع لا مونك وندير الكيوي اللي كنت قطعته. كيما قلت لكم الحشو ولي فروي استعملوا اي نوع عندكم في الدار. نغطيها بلا كريم شونتيي. هاد لا كريم شونتيي تجي بنينه وتجي خفيفه ما تجيش حلوه بزاف. ندير الطبقه الاخيره تاع لا جينواز اللي غادي تجي من التحت كاع، نشمخها مليح بالسيرو ونغطي بها الكاطو. كيما قلت لكم هاد لا جينواز من الاحسن تتقطع على 4 ولا على 5 قطع. كي نكمل نغطي لا جينواز تاعي مليح بالبابي فيلم وندخلها للثلاجة ونخليها ترياح ربع ساعات ولا اكثر. تجمو تخلوها حتى ليله كامله باش من بعد كي تجو تليسوها تجيكم سهله وتكون حاكمه روحها مليح. انا خليتها ليله كامله في الثلاجه، والغدوه من داك كما راكم تشوفوا غادي نقلبها في هذا لو ديسك اللي غادي نحط فوقه الكاطو. انا ما عنديش هذاك الصحن اللي دور اللي نستعملوه باش يليسوا لي كاطو. حكمت غير طبسي تاع الميكرووند تاع الزداج، درت فوقه المول ولا اي حاجه تكون عاليه وحطيت فوقه الكاطو كما راكم تشوفوا ونبدا نليسي. يساعدكم بزاف في الخدمه. غادي نبدا نغلف الكيكه بلا كريم شونتيي، نغلفها مليح من الفوق ومن التحت ونسيي نغطي كاع وين كاين فراغات باش الشكل تاعها يجي شباب. نستعملوا هاد الكوبات ولا هذيك الاداه اللي ليسوا بها لي كاطو ونسيي نسقمها ليسيها مليح، نعطيها شكل شباب. ماشي مشروط تكون كيما نقولوا مليسيه مليح مليح، بيسك غادي نغطوها من بعد باللوز. هذا هو الشكل تاعها بعد ما ليسيتها. غادي نمسح هنايا لا كريم الزايده. عندي كميه من اللوز، اللوز به بقشوره هنايا استعملته، طحنته خشين شويه. وغادي نجي نغطي به كاع الكاطو تاعي. التغطيه تاعو سهله بيسك لا كريم تمتم يلصق فيها اللوز. تنجمو تستعملوا تاني لوز ولا كاوكاو ايفيلي يكون محمص. لا كريم اللي كنت خدمت بها غطيت بها الكاطو درتها في اون بوشادوي بهذا الشكل، وغادي ندير نزينها من الفوق بهذه الطريقه. تزين على حساب الذوق تاعكم، تنجمو ديروا فقط دي غوزاس. وكملت كاع ديك الكميه اللي بقات لي في الوسط درتها. عندي كميه من الفواكه اللي غادي نزين بها،
الكاطو. هنا التزيين خلوه دائما في الاخير، الفواكه دائما ديروها في الاخير كي تبغوا تقدموا الكاطو، عاد كيما نقولوا زينوه باش لي فخوي يبقاو محافظين على الشكل تاعهم، ومام الكاطو تاني يقعد لكم شباب ما يدبالوش لي فخوي وما يتغيرش الشكل تاعهم. استعملوا الفواكه اللي يعجبوكم واللي متوفرين عندكم، تنجموا تستعملوا فقط لي فخيس تاني تجي شابه بزاف الكيكه بلا فخيس. في الاخير كاع كي نكمل غادي نستعمل شويه تاع لا جولي ولا لا كونفيتور وندهن بها كاع لي فخوي باش الشكل تاعهم يجي شباب ويجو يبريو. الكيكه تاعنا راهي واجده كيما راكم تشوفوا، الشكل تاعها يجي شباب يجي يشهي، مام الذوق تجي بنينه بزاف، لا جينواز تجي خفيفه، لا كريم ما تجيش حلوه بزاف. هذه كانت لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وما علي نقولكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله.